بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلب ام احمد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة يا رب. النهاردة حبايب ام احمد هتتغدى رز بشعرية وطاجن لحمة راس ولوبيا، ولا فاصوليا ام عين بيضة دي؟ انا حابة اقول لوبيا وحابة اقول فاصوليا، هي فاصوليا اللي هي ام عين بيضة دي. ماشي حبايب قلبي، بالله عليكم اللي بيحب ام احمد ما ينساهاش في اللايك وشير واشتراك في القناة. وما طولش عليكم حبايب قلبي، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ويلا بينا نشوف عملنا طاجن لحمة الرز بتاعنا ده والرز واللوبيا بتاعتنا دي ولا الفاصوليا عملناها ازاي. ماشي حبايب قلبي يلا بينا. حبيبة قلبي دلوقتي بنعمل الفاصوليا بتاعتنا ام عين بيضة. انا دلوقتي كل اللي عملته انا نقعتها من امبارح بالليل، نقعها في ميه، غسلها كويس ونقعها في ميه عشان تنفش كده وتسهل عليا استوى، وقمت جايه سلقاها عشان ما اضيعش وقتك بس معاها في السليق. سلقتها وهي دلوقتي، بص حبيبه قلبي يعني هي ايه، استوت اهي، بس لان هي دوبك هتنزل بس غلوتين في الطماطم وخلاص. ماشي، دلوقتي حطيت الزبده بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، وبنزل بالبصله، هتتسر معايا البصله بس شويه، وهحط لها حته تومه معاها، بس مش هحط التومه دلوقتي عشان ما تتحرقش، شويه بس البصله تدبل وهحط التومه معاها. هذا حبيبتي البصلايه اصفرت اهي معايا، هنزل عليها بزي اربع فصوص توم كده او خمسه اهو، عشان بس ايه يطلع ريحه التوم فيها. وممكن في الاخر برضو تعملي لها فصين صغيرين وتدقيهم بالملح والفلفل وتحطيهم عليه، ينفع كده وينفع كده، بس ايه كده ريحته بتبان احسن يعني. ماشي حبيبتي، بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل بالطماطم بقى بتاعتنا، تغلي شويه وبعدين نسقط عليها الفاصوليا اللي احنا سلقناها. ولا اسهل حبيبتي، الطماطم بتاعتنا هي سبكت خالص اهي، وادينا هننزل دلوقتي باللوبيا والفاصوليا ام عين بيضة دي اللي احنا سلقناها اهي يا حبيبتي، وشويه كده هي حبيبه قلبي الملح والفلفل الاسمر اهم، اللوبيا والفاصوليا والحاجات اكلات امهاتنا الحلوه دي لما بحطش عليها الا ملح وفلفل اسمر بس، ما بحبش اي طعم من التوابل فيها تاني، وفي اكلات بحب كل التوابل تتحط فيها، فكل اكله وليها حاجه. خلاص كده حبيبتي، وزودتها كوبايتين ميه وهسيبها تغلي غلوتين وخلاص كده، شكرا. حبيبه قلبي الزبده معانا اهي على النار بتاعه الرز، بسم الله الرحمن الرحيم، وهننزل بالشعريه بتاعتنا عشان نحمرها عشان نعمل ايه الرز الشعريه بتاعنا. ماشي حبيبتي، طبعا هنسيبها لحد الشعريه ما تحمر معانا وبعدين نكمل. حبيبتي الشعريه اهي اتحمرت معانا، هننزل بالرز بتاعنا، غسلناها طبعا، هات يا احمد هات ازازة مية يا احمد، بنشوحه دقيقة بس كده مع المكرونة عشان يتغلف بالزبدة كله. سلم على حبايبك يا احمد يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل بالمية، هات الطبق يحمل هناك ده، وحبيبتي تحطي عيار الرز وتزودي عليه كمان كوباية زيادة أو كوباية ونص عشان خاطر الشعرية. بتزودي ميه عشان الشعريه. ماشي حبيبتي، بنحط ملح وفلفل اسمر، ده بيرجع لرغبتك انت بقى في الاكل، الملح قد ايه والفلفل قد ايه، واللي مش عايز فلفل ما يحطش عادي يعني، كل واحد يعمل اللي يعجبه. هغطيه بقى واسيبه ايه يستوي وبعدين اوريهولك يا حبيبتي.
ايه ده حبيبه قلبي، اول حاجه معانا لحمه الراس اهي، غسلناها طبعا، قطعناها قطع صغيره كده زي ما حضرتك شايفه، قطع صغيره، واللسان اهو متقطع قطع صغيره اهو يا حبيبتي، ماشي. وبعد كده دعكتها كويس بالملح والدقيق كتير، وبعد كده شطفتها، وبعد كده دعكتها بميه وخل برده تاني ودقيق، ماشي. ودلوقتي انا ضربلها 4 5 ليمونات كده في الخلاط، وحطهم عليها بقالهم يجي كده ايه ساعتين على الوضع ده، عشان الليمون بيشيل الزفارة خالص من اي حاجة عندك، من اي ريحة انت يعني ايه، العيال مثلا ما يرضوش ياكلوها ولا حاجة، ولا يبان ان دي لحمة مش زي اللحمة العادية، لأ الليمون بيقضي على كل الحاجات دي، ماشي حبيبتي. دلوقتي دي هتتغسل وميتها بتغلي على النار دلوقتي، هشطفها بقى شطفه حلوه من الليمون اللي هي فيه دلوقتي، خلاص بقالها ساعتين اهي معايا في عصير الليمون ده، ماشي. ومقطعه لها دلوقتي بصلايه وطماطمايه عشان ما عنديش جزر، لو عندك جزر حطي جزرايه، ماشي حبيبتي. ادي فلفل اسمر، بهارات، كزبره ناشفه، ورق لورا، عودين قرفه، وجنزبيل، كل ده هنحطه مع بعض عشان برضو ايه وهي بتتسلق معاه يديها نكهة حلوة كده وريحة حلوة وطعم حلو، ماشي حبيبة قلبي، ماشي حبيبتي. وبالله عليكي ما تنسينيش في اللايك والشير واشتراك في القناة، ويلا بينا نشطف اللحمة بتاعتنا ونحطها على النار. حبيبة قلبي شطفنا اللحمة بتاعتنا اهي، خليناها زي الفل ما شاء الله زي ما حضرتك شايفاها، بسم الله الرحمن الرحيم. اهي حبيبتي هنحط لها بقى كل المنكهات اللي قلت لحضرتك عليها دي، كزبره، بهارات، فلفل اسمر، جنزبيل، قرفة عدان، لورا، كل الحاجات دي هتخلي ايه طعمها وريحتها حلوه. كده كده الشوربه دي احنا مش هنشربها، بس عشان تنكه لي اللحمه، ماشي حبيبتي. ونحط طماطمايه وجزرايه وبصلايه، لو عندك جزر حطي عشان انا ما عنديش جزر. وهنسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها، وبعد ما تستوي هصفيها من الشوربه اللي هي فيها، وبعدين نشوف هنكمل مع بعض نعمل ايه. هي حبيبتي على بال لحمتنا ما تستوي زي ما وريتهالي، دلوقتي هنعمل لها التسبيكه بتاعتها اللي هتخش بيها البرام في الفرن، ماشي. الصلصه بتاعتها ادي حطينا الزبده، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي البصله، هنصفر البصله شويه، هنسيبها شويه كده تصفر مع بعضها. البصلايه اهي اتفرد يا حبيبتي معايا، هنزل عليها بالثوم، 5 فصوص ثوم برضو، عشان الثوم هو اللي بيدي النكهه الحلوه برضو مع البصل، ودخلي الثوم والبصل كتير في اكلك يا حبيبتي عشان ده مضاد حيوي. بص يا حبيبه قلبي المنكهات بتاعتي اللي هحطها في الصلصه على بال بس الثومه بس دقيقه. بصي الملح لان خلاص اللحمه بتاعتي هتكون استوت، فلفل اسمر، كمون، كزبره، نص معلقه قرفه، نص معلقه بهارات، ثوم باودر، ماشي حبيبتي. دول هنحطهم طبعا، احطهم انا هنا مع البصله عشان ريحتهم تطلع، مع البصل والثوم دقيقه بس كده ريحتهم تطلع، واقوم جايه احط عليهم الطماطم بتاعت البرام بتاعنا بتاع التوم، ماشي حبيبتي. بصي ما شاء الله الريحه جميله والله، مجرد بس البهارات ما بتشم النار ريحتها بتطلع على طول، ماشي حبيبتي. هننزل بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم بالصلصه بتاعتنا اهي يا حبيبتي، هنسيبها بقى تتسبك تكون لحمتنا استوت، وبعدين نحط برامنا كله مع بعض. حبيبة قلبي ادي لحمتنا اهي اتسلقت وصفيتها من الشوربة، وما شاء الله عليها اهي جميلة جميلة والله زي العسل، هي دلوقتي مستوية بس انا ما حطيتش عليها ملح، وهنا الصلصة اللي عملتها معاكي عليها الملح وعليها كل حاجة عشان ادخلها الفرن، ودلوقتي انا مشغلة الفرن، بسم الله الرحمن الرحيم. حسقتها بقى في البرام بتاعها عشان تخش بقى ايه تاخد الوش الحلو والطعم الحلو، ماشي. وهسيبها بقى زي نص ساعة كده جوه الفرن، واما تطلع ان شاء الله حبيبتي هوريك البرام بتاعنا اهو، ولا في اسهل من كده. والرز بشعرية خلص، واللوبيا بتاعتنا الفاصوليا المعين بيضة دي خلصت، وخلاص حبيبتي هوريك اكلنا وغدانا.
ادي حبيبة قلب الطاجن بتاعنا اهو طلع من الفرن ما شاء الله عليه، والله العظيم ريحته تحفة، والله بحلف بالله ريحته تحفة تحفة، والقرفة العيدان دي عاملة شغل جامد معاه، ولا كأنك بتسلقي لحمة راس ولا اي حاجة، لحمة عادية خالص مفيش اي حاجة، وانا دقتها والله حتى في الطعم ما تحسيش ان انت بتاكلي حاجة مختلفة عن لحمة عادية. وادي اللوبيا بتاعتنا، الفاصوليا معلش سامحوني انا ما. الفاصوليا بتاعتنا اهي استوت الحمد لله، وادي الرز بشعريه اللي عملته معاكم استوى وجرنشناه بقى كده بطماطمايه وخيارايه كده وحاجه حلوه كده تفتح النفس، وعندنا شويه ليمون مملح كده ما نسيت احطه هحطه دلوقتي. ربنا يديكم الصحه والعافيه ويخلي لكم اولادكم يا رب، وبالله عليكم لو عجبكم اكل ام احمد ما تستخسروش فيها لايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.